أحبابي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنحل مع بعض نموذج الامتحان برافو رقم 31 ترونت إيتان صفحة باج سون سان كونتيسيس 156. الوثيقة الأولى بتقول اكستغي دي فريم اون ليني دي بروبليم دا دو، ولك يعني مقتطفات من منتدى مشكلات دادو يعني المراهقين أو الشباب عبر ليه؟ عبر الإنترنت. بير صلي أهلا تو لوموند كل الناس جوم سونتغي استريسي أشعر بالتوتر الشديد. يمسون يعني أشعر، استريسي بالتوتر الشديد. جي دي زيكزامان لدي امتحان. امبورتون مهم أو امتحانات مهمة. جي بوغ أنا خائف دو نو با اتر اون فورم لو جور دو ليكزامان أخاف ألا أكون في حالة جيدة اليوم، في حالة جيدة يوم الامتحان. فوزا في دي كونسي ماذا تنصحونني؟ بماذا تنصحونني؟ ألي ريبونز الإجابات. صوفي بتقول له ايه؟ تدوا دورمير يجب ان تنام. اموان في ملاقل ويت اير بار نوي 8 ساعات بالليل. لينا تدوا فيغ دي سبورت يجب ممارسة الرياضة. بور لي دي مي نيير سون ستراسي للتقلل للتقليل ممارسة الرياضة التقليل من الإجهاد أو إجهادك، عشان تقلل من إجهادك مارس الرياضة. سوسو أبغي لي دوجني بعد الغداء، بعد وجبة الغداء. جيسوف مال أو فونتر أنا لدي ألم في فونتر اللي هو البطن غالبا. سي نورمال انه عادي. كو فو مو كونسيي ماذا تنصحونني؟ ريبونز الاجابات. مارك رد عليه نو مونج با تغوب كرا لا تاكل جرا يعني كتير. امل الفو مونجي دي فرويت يجب أن تأكل فاكهة. اي دي ليجيم خضار. اي افيتي لي سكرير وتجنب السكريات. ماريا جي صف أنا غالبا مال أدو لدي ألم في الظهر. أنكور في الجري أو كوند عندما جوفي ميدفور أعمل الواجبات. كو جو دوا فير ماذا يجب أن أعمل أو أفعل؟ ريبونز الإجابات. شارلوت التي دوا توتوني دروات سيغ تاشيز بتقول اجلس أو اجلسي بشكل منتظم مستقيما يعني على كرسيك. يعني قالت لا في دولاناتاسيون مارس السباحة ريجليغمون بانتظام.
يبقى كده احنا اتعرفنا على الايه الكلمات الجديدة في الوثيقة وترجمناها. نبدأ نحل بقى الأسئلة. سيزادو باغل دو، هؤلاء المراهقين أو الشباب يتحدثون عن ليغ الوزير وقت فراغهم ولا هواتهم ولا ليغ لوك منظرهم ولا ليغ طش ميناجير أعمالهم المنزلية ولا ليغ بروبلم مشاكلهم. طبعا مشاكلهم هي الإجابة النمرة إيه دي. دو اتنين أميل كونسي سوسو، تنصح سوسو أن فير دي سبورت تمارس الرياضة ولا نومونج تروب جرا لا تأكل كثيرا ولا مونجي دي سكرييغ تأكل سكريات ولا مونجي دي فروي اي دي ليجيم أن تأكل فاكهة وخضار. طبعا هي الإجابة الصحيحة نمرو إيه؟ نمرو دي. تروا رقم ثلاثة صوفي كونسي تنصح بيير دوبيان دورمير لانوي أن ينام جيدا بالليل ولا دوسرتير أن يخرج أفكس زمين مع زملائه ولا دو فير دو لاناتاسيون ممارسة السباحة ولا دو مونجي دي فرويت أن يأكل فاكهة. طبعا الإجابة الصحيحة أن ينام إيه جيدا بالليل. يونيس كونسي ماريا دو فير تنصح ماريا أن تمارس دي سبورت اكستريم ولا سبورت كوليكتيف ولا دي سبورت نوتيك ولا دي سبورت اون جينيرال تمارس رياضة في العموم أو عامة يعني. طبعا الإجابة الصحيحة أن تمارس رياضة إيه؟ نوتيك رياضة إيه؟ مائية عشان هي قالت لها ناتاسيون السباحة مارس ليه السباحة. في آخر سطر في الوثيقة في دولا ناتاسيون يونيف سيلون مارك، حسب مارك سوسو دوا إفتي يجب أن تتجنب لي ماتير جراس المواد الدهنية ولا لي برودويت دولامير المنتجات البحرية ولا لي فرويت إيه لجيم الفاكهة والخضار ولا لي برودويت سكري المنتجات السكرية. طبعا يجب أن تتجنب لي المنتجات السكرية. عفوا هي الخمسة تبقى حسب مارك سوسو يجب أن تتجنب لي ماتير جراس المواد الدهنية لأن هنا في الوثيقة قال إيه لا تأكل كثيرا مواد دهنية. إذن الإجابة نمرو هي الإجابة الصحيحة. سوسو استرسي متوترة ولا مال أدو لدي ألم في الظهر ولا صفون مال أوفونتر غالبا تشعر بألم في البطن أفون لودجوني بعد ليه بعد ليه الغداء ولا نوفا بابيان لا ليست بحالة جيدة. سوسو طبعا ليست بحالة جيدة هي الإجابة ليه الصحيحة نمرو دي. ننتقل بعد ذلك إلى الوثيقة الثانية دو بمعنى من ميلاني إلى سيلين أوبجي الموضوع فكون سيلا جاز صلي أهلا اسكتيفو بارتي هل أنت تريدي بارتير الرحيل أفك موا معنا أم فكونس في الأجازة ست إتي هذا الصيف جي في بريزير أوفر انتريسونت سير انترنت أنا رأيت العديد من عروض مثيرة
للاهتمام. انتريسون يعني ايه؟ مثيرة للاهتمام، سيغ انترنت على الانترنت. برومير اوف اول عرض ان اوتيل ا مارسيل، فندق في مارسيل، اون فرانس في مدينة فرنسا، في فرنسا، سي سون 600 يورو بور سيز جو لستة ايام. لوبيي دافيون اي كومبيغي دون لوبغي، ولا تذكرة الطيران، تذكرة الطائرة مشمولة في السعر، دون لوبغي في السعر. On peut visiter la ville et il y a un village où on peut سوبني نستطيع أن نسبح أو نعوم. بقول لك نستطيع في هذه الزيارة، في زيارة المدينة، وإليا يوجد إن بلاج متنزه جميل، وحيث نستطيع أن أو نسبح أو نعوم. دوزيام أوفر ثاني عرض، أمبو أسي لوي، نستطيع أيضا أن لوي يعني تأجير، تأجير إن فيلا فيلا آ مدريد، يبقى تستطيع أيضا أن تؤجر لويي يعني تؤجر إن فيلا أ مدريد أون إسباني جيم فير دولا روندوني تنزه أون فوري في الغابة ذات أشجار. مي سي تان بو بلو شير، لكن أغلى قليلا، هذا العرض غالي شوية، عامل كام؟ نفسون 900 يورو بور لسبع أيام بدون تذكرة للطيران، من غير كمان تذكرة للطيران. تروازيوم أوفر ثالث عرض في روما بقى، لا كابيتال إيطاليان، عاصمة إيطاليا. جي أون في، أنا أرغب أو أريد دوفوار لا تور دو بيز، أن أرى لا تور دو بيز. أون بو نستطيع ريستي أن نظل أو نبقى، كاتر جور أربعة أيام دون زان ميزون دو جونيز في منزل للفتيات بور 300 يورو ب 300 يورو. سيتي داكور، إذا أنت موافقة دي موا قولي لي كال أوفر، أي عرض اي عرض تي بريفير اي كونديتيف بارتي، ومتى تريد الرحيل قبلي الى اللقاء. ميلاني اتروفي سيزوفر، تجد هذه العروض دونزان ماجازين في مجلة، ولا سيغ ان سيت الكترونيك على موقع الكتروني دونزان جورنال في جورنال، ولا على التلفزيون في التلفزيون. طبعا الإجابة الصحيحة سيت الكترونيك في موقع الكتروني. مارسيل في مدينة مارسيليا، ميلاني اي سيلين بوف يستطيع لوجي دون ان يقيم في ان اوتيل فندق، ولا ان فيلا، ولا لاميزون دو لا فامي في منزل الأسرة، ولا أن أبختمون في شقة. طبعا الإجابة الصحيحة أن أوتيل في فندق نمرو آ. سيلين أ شوازي لا بريمير أوفر، اختارت العرض الأول، ولا شوازي لا تروازييم أوفر العرض الثالث، ولا أ ريفيزي رفضت توت لزفر كل العروض، رفضت كل العروض، ولا نيبا بازنكور ديسيدي سون شوا، لم تكرر بعد ديسيدي تكرر سون شوا اختيارها. طبعا الإجابة الصحيحة لسه ما قررش اختيارها، يبقى الإجابة الصحيحة نمرو دي.
Un séjour pour une semaine à Madrid coûte le coma. أسبوع في مدريد كنت تتكلف كام؟ 600 يورو 600 يورو ولا 500 يورو ولا 900 يورو ولا 200 يورو. طبعا الإجابة الصحيحة نمرو A نمرو C نف صون يورو. سيلون لا بريمير أوفر حسب العرض الأول بور اللي آ مارسيل للذهاب إلى مارسيل أم بغوند نأخذ إيه؟ لوباتو المركب ولا لافيون الطائرة ولا لوتران القطار ولا لوبي الأتوبيس. طبعا في العرض الأول هناخد الطائرة عشان نروح باريس. مدريد ميلاني ام تحب فير دولا روندي ان تتنزه دونزان فوري في الغابة يا غابة ذات أشجار ولا او بوغ دولا مير على شاطئ البحر ولا الا كامباني في الريف ولا لا مونتاني المرتفعات. طبعا دون لا فوري في الغابة تحب أن تتنزه في الغابة. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة السيتياسيون المواقف. فودمون دي فوتغ أمي كالسبورت البريفير بيقول لك بتسأل زميلك أي رياضة هو يفضل. كيسك إل دي ماذا هو يقول؟ هو هيرد ويقول إيه؟ جو بريفير لي جو دو سوسيتي أحب ألعاب الطاولة أو أفضل ألعاب الطاولة ولا جو نيمبا دي تو لا بوكس لا أحب إطلاقا البوكس ولا جي أن كور دو سبورت أجوردوي لدي حصة رياضة اليوم ولا جو في دو لا كور أبيي أنا أمارس ليه المشي أو رياضة المشي على القدمين. طبعا الإجابة الصحيحة لما تسأل زميلك أي رياضة هو يفضل هو حيقول اللي هنا رياضة هي مين؟ هي رياضة الإيه؟ الجري أو المشي. يبقى الإجابة الصحيحة نمرة دي. فو كونسيي فوتغامي كي فو إتغ أون فورم كيسك فوديت بقول لك تنصح زميلك الذي يريد أن يكون بصحة جيدة أو في لياقة عالية كيسك فوديت هتقول له ايه؟ اترون فورم سيمون سويت ان اكون في صحة جيدة او في لياقة عالية سيمون سويت انها امنيتي ولا هتقول له المونج هو ياكل دي بواسون سمك او دي جوني في الغداء ولا هتقول له المونج ريان انتر لربع لا تأكل شيء بين الوجبات ولا هتقول له نوتغ امي ان كورب دي اتلت صديقنا لديه جسم رياضي. طبعا هي الاجابه الصحيحه هنا المناسبه هي نمرو ايه نمرو سي لا تاكل شيء بين الوجبات. خمستاشر كنز فون ندمغي با لزاكسسوار دو فوتر سير يقول لك لا تعجب ندمغي با لا تعجب ما انتش معجب باكسسوارات بتاعت ايه اختك كيسك فوديت هتقول ايه المي دي بوكلي دوري هي ترتدي حلق في الاذن ولا ال دو فا تريبيام هي لم تعجبك هي تعجبني جدا ولا صانوتو فابيام باديتو طبعا لم تناسبني او لم تعجبني على الاطلاق.
ولا الادور ليزكسسوار، هي تعشق الايه الاكسسوارات. طبعا الاجابه الصحيحه هنا ما انتش معجب، هتقول ايه هي لا تعجبني او لا تناسبني على الايه الاطلاق. فوتر كوبان صديقك او رفيقك، فودو موند ينصحك، سوكيل سوكو لونترينير في. عن ماذا يسألك؟ عن ماذا المدرب في يعمل؟ كيسك فوديت، هترد تقول ايه؟ المارك دي بيت يسجل، دو بي بيت يعني الهدف الاهداف، ولا هتقول الدريج لو ماتش يدير المباراة، ولا الكلتيف لي شوم يحرث الحقل، ولا هتقول الميلا استراتيجي دي جو يضع استراتيجية او خطة الايه اللعب. طبعا الإجابة الصحيحة هي نمرو ايه؟ نمرو دي. يبقى إجابة 16 نمرو ايه؟ نمرو دي. 17 فوتر امي فودموند او فوزافي فوزالي بور بروندر لوباتور. يبقى صديق بيسألك أين تذهب لتأخذ ايه المركب؟ تروح فين عشان تاخد المركب؟ ماذا تقول؟ اون فا فير ان كروازير، نحن سوف نعمل نزهة نيلية، كروازير نزهة نيلية في النيل يعني. نوزافون ان باتو افوال، نحن لدينا مركب شراعي. ولا اون فا او بوخ، نذهب الى المطار. ولا اون فا فير دي باتو، انا احب ممارسة الايه المركب او ركوب المركب. طبعا الاجابة الصحيحة هتروح فين عشان تاخد المركب؟ هتروح الايه الميناء او بورت، نذهب الى الايه الميناء. فود موندي افوت غامي بوركوا البريفير لو مترو، بقول لك تسأل زميلك لماذا هو يفضل المترو. كيسك ال دي، هو هيقول ايه؟ السيخ اخرج سي دي بلس للتنقل دون لي في المدينه. يبقى هو يخرج للتنقل في المدينه. ولا جوبر في المترو، افضل المترو. ولا جوب غوند لومترو بور الي اوليسي، اخذ المترو للذهاب الى السينما. ولا سيموان شير رابيد، انها رخيصه او انه رخيص، ورابيد يعني السريع. طبعا الإجابة الصحيحة نمرو إيه؟ نمرو دي. 19 فو ريفيزي، ترفض لانفيتاسيون دعوة فوتر كوبان صديقك، كيسكو فوديت، هتقول إيه؟ أتون دي موا جو في فوني، انتظرني جو في فوني سوف آتي. ولا ديزولي متأسف جو دوا الي شو لدونتيست، يجب أن أذهب عند دونتيست طبيب الأسنان. ولا بيان سيغ بالتأكيد جو سوي بغي، أنا جاهز. ولا تقول جو جو أو هاند دبوي سانكون، أنا ألعب هاندبول منذ 5 أعوام. طبعا عشان ترفض ده وهتقول ايه ديزولي متاسف، الاجابه نمره ايه ب، انا يجب ان اذهب عند الطبيب الايه الاسنان. اخر سؤال في المواقف 20 فان فودو موندي افوتر امي سو كيل في فو بور فير ان روندي، ولك تسال زميلك عن ماذا يجب لممارسه أو ليه لعمل التنزه. كيسكي دي، هو هيقول ايه؟ الفيل إل أو دبوغ، يجب زيت وزبد أو سمنة. ولا الفو دي باسكت، يجب باسكت أحذية. ولا الفو بروندر لاباس السيكلاب، يجب أن أخذ ممشى الدراجات. ولا فير ان روندوني سي سوبر، التنزه انه رائع
طبعا الإجابة المناسبة هنا هتكون نمر إيه؟ بيجب أحذية عشان نتمشى بيها. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة الجرامير القواعد. وأول سؤال في القواعد بيقول لك بروبي إتان ديزانيمو دولا فيرم، اللي هو الخروف أو النعجة تكون أحد الحيوانات، إتان يعني أحد الحيوانات المزرعة، تكون أحد حيوانات الإيه؟ المزرعة. طبعا بروبي نخلي بالي منها إنها مؤنثة، لو بتاعت المذكر واللا بتاعت الإيه؟ المؤنث، ولا بروبي النعجة أو النعجة تبقى مؤنثة، ليه تبع الجمع ودي اللي بصرف عايزة متحرك. فيليكس سانك فرويت بارجور، بيقول لك فيليكس بوا يشرب، ولا مونج يأكل، ولا مي يضع أو يرتدي، ولا أشيت يشتري. طبعا فيليكس أنا هنا بيساوي الضمير ال في دماغي، يبقى على طول لو هنختار له حاجة مجموعة أولى هنختار له حاجة فعل ينتهي بالأو. طب لو هنختار له مجموعة تالتة أو تانية هنختار له فعل ينتهي بالتي أو الإيه أو الدي. تمام هنا اللي هتناسب مع الفاكهة يبقى الأكل، مش هينفع يشرب 5 فاكهة باليوم إنما هياكل 5 فاكهات باليوم. جيم أحب برومونية التنزه أو سونترفيل في وسط المدينة. جيم أنا هنا فعل ذو ضميرين، المفروض هو سو برومونية. تمام هنا الضمير سو بيتصرف مع الجو بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى شكله مو، يبقى جيم مو بروموني او سنتر فيل. انا احب ان اتنزه على ضمير المفعول على مين؟ على الفاعل، والفعل وضع في المصدر عشان فعل الاولاني مصرف والثاني يجي في المصدر. رقم 24 فوفيت يوجا، نخلي بالك كلمة اليوجا هنا ايه؟ مذكرة. تمام وعندي فيرب مين؟ فيرب فير. لما فيرب فير بياخد ادوات تجزئه، يعني يا دي للمذكر يا دو لا المؤنث يا دو الا بصرف لو بدل متحرك او دي لمين؟ للجمع. تمام يبقى هنا عندي فيرب فير، وفيرب فير احنا عارفين بياخد ادوات تجزئه مع الالعاب، اذا يوجا نوعها مذكر، يبقى اودي عايزه فيرب مين؟ جوي. دو الا بصرف عايزه متحرك، ودو عايزه مصدر مثلا، واما الدي عايزه ايه؟ مذكر، مفرد مذكر. واليوجا هنا مفرد مذكر، وخلي بالي الجريج هنا ساكنه مش متحركه. تي نو في با فونير افيك نو، انت لم تاتي معنا، قلت لي نقط ستام بني دي انها فكره جيده، يبقى هتيجي معانا صح؟ احنا متفقين ان في جملة هل المنفية هنجاوب عليها بسي لما تتفق الجملة الثانية مع الجملة الاولى، ونجاوب بنو لما الجملة الثانية تختلف مع الجملة الاولى. طب دلوقتي الجملة الثانية اتفقت مع الجملة الاولى، اذا اجابتي هتكون بمين؟ بسي. وعندما تختلف هنبقى اجابتي بمين؟ بنو. طبعا وي مش هنستخدمها في هل المنفية ولا ديزولي. رقم 26 تي تو سون، تي تو سون تشعر أو تحس، كي بمعنى من، ولا كل بمعنى ما أو أي، ولا كومبيان بمعنى كم، ولا كومون بمعنى كيف. كومون بمعنى كيف. مون بتي مون بتيت مون بتي ني بور دو، صغيري لا يخاف من. با بمعنى لا، ولا جامي ابدا، ولا بلي لم يعد، ولا ريان شيء. طبعا صغيري لا يخاف من شيء هي المناسبة هنا. سبورت كلي هذا المفتاح يكون، هذا المفتاح يكون
كوند اللي هي بمعنى متى أو عندما، أو كي إلى من، ولا بوركوا لماذا، ولا كل بمعنى ما أو أي للمفرد المؤنث. طبعا طبعا إجابتكم هتكون وقعت على مين؟ هذا المفتاح يكون إيه؟ إلى من؟ هنا الإجابة المناسبة. يبقى الاستفهام عايز ترجمة عشان تختار أداة الاستفهام الصحيح. vous mangez du riz، أنتم تأكلون du riz أرز. نعم nous mangeons beaucoup. هنا أنا بنختار إيه؟ برنوم بيرسونيل ضمير شخصي، وأنا عندي في الجملة ذكر أداة التجزئة وي ظرف كمية. إيه اللي بيجي مع أداة التجزئة والظرف كمية؟ مين؟ الضمير الشخصي. مين؟ on. يبقى من استخدامات الضمير الشخصي on، واحد ظرف كمية، اتنين أداة تجزئة اللي هي مين؟ الدي المذكر دو لا دو إلا بصرف والدي بتاعت الجمع. تلاتة أداة نكرة اللي هي آن أو إن أو دي. أربعة عدد أن دو تغوى أي عدد. تمام. يبقى من ضمن الاستخدامات on ظرف كمية أداة تجزئة أداة نكرة عدد. ربنا كده حتى لو طلعت من الامتحان بالجزئية ديت عرفت استخدامات on أربع حاجات نعدهم على إيدي، يبقى أنا كده تمام استفدت من الامتحان ده. إحنا مش الغرض نحله وخلاص ونجري، أهم حاجة إيه؟ نطلع بقاعدة أو معلومة. يبقى أنا عندي أداة تجزئة ظرف كمية على طول وأنا مغمض إيه؟ on. لا كاروت إيه؟ الجزر يكون لجيم بريفيري، خضار مفضل. الجزر يكون خضار مفضل. مون ولا صا ولا ليغ ولا نو؟ مون. ليه اخترت مون؟ لأن كلمة ليجيم خلي بالك ما تنتهي بالأو لكنها مذكرة، يبقى كلمة ليجيم الخضار مذكرة تنتهي بالأو لكنها إيه؟ مذكرة. وأنا بنحط صفة الملكية بناء على الكلمة اللي بعد النقط مش بناء على الكلمة أو الفاعل. هنا الفاعل عندي مين؟ عندي إيه؟ لا كاروت. طبعا يبقى الجزر يكون إيه؟ خضاري. يبقى أنا بندور على حرف الإيه؟ الياء. فين؟ متمثل في المون. والصا متمثل في حرف الإيه؟ الهاء. وبمعنى هم لغ. والنو بمعنى إيه؟ نا. تمام. يبقى أنا عايز إيه؟ يكون خضاري المفضل. سي ميديكامون، هذه الأدوية بور إن سومان، هذه الأدوية لمدة كام؟ لمدة أسبوع. طيب هنا عندي جملة إيه؟ أمرية. وطبعا في الأمر يبقى أنا بصرف الفعل اللي أنا هصرفه اللي هو فيرب بروندر مع مين؟ يا تي يا نو يا الفو. وأقول إيه؟ خذ هذه الأدوية لمدة أسبوع. يبقى أنا هنا الأدوية جمع، إذا هنختار لها مين اللي مع الجمع؟ اللي الفو. خذ هذه الأدوية لمدة إيه؟ أسبوع. هنا مع ال أفيك إس، وطبعا في الأمر أنا مستخدم مع التي ونور أو الفو فقط. هنا مع الإيه؟ ال، هنا في المصدر. يبقى المناسبة مين؟ نمرو إيه؟ نمرو بيه بغني. خذ هذه الأدوية. يو سوي دو إيمي، أنا أكون في حالة مزاجية. بون بمعنى جيد بس لمين؟ للمذكر. ولا بون جمع إيه؟ جمع مذكر. ولا بون مفرد مؤنث، ولا بون جمع مؤنث. طبعا ايميل هنا مفرد مؤنث، اذا اجابتي هتكون ايه؟ بون الايه؟ نمرو سي. ننتقل بعد ذلك هي اسئله الموضوعات ان شاء الله هتبقى ملغيه السنه دي، هتبقى عليك كله ايه؟ اختياري. بس احنا برضو هنتمرن علشان ما نضيعش حاجة مهمة علينا. كومون اي تا شومبر، كيف تكون حجرتك؟ كال موبل اليا دون تا شومبر، اي اساس يوجد في حجرتك؟ افكي مع من تي
بارتاج تاشون بارتشارك. حضرتك هتقول مع أفك مثلا أخي مونفرير لوبيتيت الصغير، تمام؟ ما.